كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم إن هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث أن من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة، معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة ملوش نصيب في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، ها خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5، المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة و2 ستات وعيل او العكس، ها لازم تتقسم. جميل، الناس دول اول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال، تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن، فأنا دلوقتي عندي 5 روس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة واتخلص منهم ولا اعمل ايه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص لازم عشان ابيعهم لازم يكون في سوق، فهنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام او ده بكام؟ يقول ب 300، لا خليها 314، لا 350، هات اشتري، يقبض ويمشي.